سجل المغرب نجاحا جديدا المرتبط بفوزه في محطة ديمقراطية متميزة، وهي التي اعتبرت بمثابة عرس وطني 8 شتنبر 2021. التنويه الدولي الذي واكب انتخابات منذ بدايتها إلى حين انتهائها وصدور نتائج لم يفوت عنا الفرصة لنفتخر بالحماس والمشاركة والتنوع في البرامج، وكذلك التنافس من أجل الحصول على مقاعد برلمانية أو مقاعد محلية أو مقاعد على مستوى مجالس الجهات. أهم ما يمكن أن نفتخر به وهو النسبة المرتفعة التي سجلتها الأقاليم الجنوبية من حيث قوة المشاركة وحماس المشاركة وروعة المشاركة وحلاوة المشاركة، حتى أصبح العرس الانتخابي بمثابة امتحان عند كل منتمي لهذا الوطن وخصوصا في الأقاليم الجنوبية. نسبة المشاركة الانتخابية في الأقاليم الجنوبية المغربية كانت بمثابة الدرس القاسي الفهم على خصوم الوحدة الترابية الذين ظلوا يراهنون لأزيد من 45 سنة في فصل الجنوبي عن باقي ربوع المملكة، وأثبتت 8 شتنبير بأنه أبناء الجنوب لهم محبة وعمق روابط تجعلهم بأنهم لا يقلون من حيث المشاركة عن باقي إخوانهم وباقي المواطنين والناخبين في ربوع المملكة. التمثيلية القبلية كانت حاضرة بقوة بشكل امتزج فيه الحاضر بالماضي وامتزجت فيه العصرنة بطبيعة المجتمع الصحراوي، ووجدنا بأن حب الوطن ساهمت فيه القبائل المنتمية لهذا الوطن من أقاليم الجنوب بقوة المنافسة وبقوة المرشحين وبقوة البرامج وبقوة وحدة الرغبة في الحصول على مقعد سواء على مستوى المركز البرلمان أو على مستوى الجهات التي ربما تتميز عن باقي جهات المملكة بأنها فيها روح وحلاوة المنافسة من الطراز الرفيع. وتوزعت هذه النتائج ديال الحصول على هذه المقاعد هذه ما بين جهتي الدخلة والعيون. على مستوى نواب قبيلة الرقيبات حصلوا على 7 مقاعد نيابية، على مستوى قبيلة الأزرقين حصلوا على 4 مقاعد، وعلى مستوى نواب من قبيلة درارين حصلوا على 3 مقاعد. وهذا يعطي لمفهوم خصوصية المملكة المغربية وخصوصية الانتماء لهذا الوطن يعطيه لمسة خاصة يصعب على خصوم المملكة المغربية فهمها، وهذه هي نقطة وقوة المغاربة الذين يتمتعون بالتلاحم والتنافس من أجل خدمة الوطن من المركز ومن الجهات. ونفتخر لأن أصبحت التنافس على مستوى الجهات بمفهوم تعالى الجهات الموسعة والمتقدمة يعطي إحساس بالأمل بأنه المغرب ذاهب في جعل كل الجهات على نفس درجة التنمية وعلى نفس درجة النماء وعلى نفس درجة التحدي للمستقبل. وهذا ما يجعل من محطة 8 شتنبير بمثابة الدرس القاسي على الخصوم المملكة، ليعلموا بأن أبناء الأقاليم الجنوبية اختاروا طريقة وضعهم سياستهم المحلية من أجل التنمية، واختاروا التدابير رفع من النمو الاقتصادي، واختاروا خصوصية الانتماء الاجتماعي من أجل الدفع بخلق فرصة الالتحام مع الوطن. وهذا أكبر درس يجعل من الخصوم المملكة المغربية في تيه مما هم يتوهمونه من أن يجعلوا المغرب على شكل دويلات، الشمال لا علاقة له بالجنوب والوسط لا علاقة له بالشرق. وأثبتت 8 شتنبير بأنه المغرب في الطريق الصحيح، وأكدتها التهاني الدولية التي حصل على المغرب من القوى العظمى الاتحاد الأوروبي قبل الولايات المتحدة الأمريكية روسيا، كل دول العربية هنأت جلالة الملك وهنأت المملكة المغربية والمغاربة بهذه المحطة التي سيكون لها ما سيكون لها من رفع التحدي ليكون المغرب في مصاف الدول الذاهبة في طريق الديمقراطية بكل شجاعة، وصناديق الاقتراع هي الحاسم بيننا في اختيار ما هو
البرنامج التنموي الذي نرغب من خلاله إعطاء درس لخصوم الوحدة الترابية.